بس محمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأسمنت مركز الداخل. من أهداف الجمعية مساعدة الشباب، يعني توفير فرص عمل للشباب. فتقدمنا يعني فكرنا في عمل مشروع مجموعة صوب خدمة للشباب اللي هو مش متعين يعني، وفتح مجال يعني للعمل. فتقدمنا بطلب للوحدة المحلية بأسمنت، وحصلنا على موافقة بفدانين أرض برضو بمساعدة المركز الداخلة. بعد ما حصلنا على الموافقة قمنا بتسوية الأرض وتجهيزها للزراعة. قسمنا الأرض لصوب، يعني حوالي 18 صوبة. عملنا إعلان في القرية يعني، وكانت الأولوية للخريجين الزراعة. زي ما حضرتك شايفين احنا هنا في صوبة مزروع فيها بتنجان وطماطم، غير الصوبة التانية مزروع فيها خيار، وفي صوبة مزروع فيها فلفل، وإن شاء الله الصوبة الجاية هتزرع فيها كانتلوب. احنا هنا بنتكلم مثلا على مواسم الإنتاج. بالنسبة للصوبة موسم الإنتاج بيبقى حوالي 5 شهور. الـ5 شهور بيبقى معدل الإنتاجية فيهم في البتنجان حوالي 3 طن، من 3 طن لـ4 طن. في الطماطم في الموسم بيبقى منقص الانتاج 4 طن ونص. في الخيار بيبقى في الموسم 3 طن ونص. زي ما حضرتك شايفين هنا ده البتنجان، بتنجان ابيض. وكله خالي من المبيدات وباء الاسمده وبواقي الاسمده. يعني ان شاء الله انا بطمن الناس ان اللي هياكل المنتج من عندنا هنا هياكل حاجه طبيعيه 100%. الشباب اللي موجود والمواطنين